اسمع ياسر، انا عندي عمي محضر لي، ابيك تبيع تذكره مباراه الهلال، يمكن ما اقدر اجي. اوكي، صرفها بتويتر. عامر ورا ما تنام هالحين، امرح. انا نايم ممرح. وين نايم وانت قاعد ترغي بهالجوال تالي ذا الليول؟ تدري، هات الجوال، هات الجوال. وين انا بزر؟ ايه بزر، هات الجوال خلينا نمرح. هات 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 الجوال، اقول لك هاتني. سمسم هات هات، يلا امرح. هاي اصلحك. عامر قم تعوض من الشيطان، اشغلتني. قم قم يا رجال، ورانا مشاوير الواجب. اضربني اضربني، هذا هو الطلب. وذا ميت النجيف هذا، قم 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 يا عوز. قم وش ذا الازعاج؟ خلاص 10 دقائق واقوم. ما يخالف، خذ لك ربع ساعه، ريح ريح. وش ذا التعذيب؟ وش ذا التعذيب؟ يلا قم الحقني، يلا يلا وراي. الله الله يا عامر، المهمة الأول الذبايح، بيض وجه أبوك يا بعدي. أبشر. وين 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 تجي؟ وين رايح؟ ما تشوف يا عم، مطبخ الذبايح. طيب وش نسوي بهم؟ ننزل نقول لهم اعطونا ذبيحتين ويوصلونها لنا بالاستراحه. معصي، انصح ان تبي تفشلني قدام ابوك عند الضيوف. معصي، لا وش بيحطوا لنا من الذبايح؟ بيحطوا لنا طعم مكسديش ولا فيها خراج ولا فيها طلوع؟ اترك عنك بربشه المطاعم، كون نشتري الذبايح بنفسنا ونختارها يا مال الغنيمه. يلا سوق الغنم، يلا يلا ابلش. شو ابشر، يلا امري. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا يا هلا يا عم. الهرافه واللبنيات ابشر بها. كفو والله كفو. اقول يا ولدي يا عامر. سمي عم عادي، والله بس انا ايدي اخترنا ذبيحتين نتجمل بو قدام الضيوف. ابشر بعزك يا عم، ما طلبت شيء. كفو. ها اختر واحد. هذا تعرف وش ذا؟ خروف. وانا قال اسمكه يا عامر، قال اسمكه، ادري انه خروف، لكن هذا يا ولدي سديس، هرش كبير بيقضى غازكم وكهربكم مستوى. اي بس كبير يكفي الضيوف كلهم. ما هو على الكبر يا ولدي، على العمر، لا صار لباني صغير ولا طعم منه. اقول عطنا ذاك الطري، عطنا ذاك الصغير اللباني. طيب وشلون اعرف عمره؟ بسنانه يا ولدي. شوف ذي لباني صغير، 3 أشهر 4 أشهر، هذا لو طبخته وزين الحمى. اي بس ما فرش سنونه. اقول قم بس نظف وجهك، روح جيب الموتر بس قم. يلا ابشر. عادي ابو، عطنا اخوه، عطنا اخوه اثنين، عطنا اثنين. ابشر اظهر اليوم ما شاء الله. اخلص يا عامر. يلا تكفى يا سنادي يا عامر، الحق الحق على المطبخ، نحط الذبايح ثم نروح طال عمرك للسوق نجيب الخضره والفاكهه وندبر كلش ونسنعه ونروح للحياله نفتحها وننظف. حتى الخضره نقضيها بنفسنا. اجوش تبينا نسوي؟ تبينا نروح ذا الجوال ذا اللي يطبزون ذا اللي يسمه تطبيج، ولا نكلمهم ذا اللي يوصلوا يجيب لي اي كلام؟ لا معصي، نبي نروح ناكل السوق نتقضى بنفسنا ونلمس كلش ونسنع وندبر، نجيب الطماط والبصل والخضره والفاكهه والطيب والتمر بعد. ابلش. شو؟ ابشر ابشر يا عم ابشر. اي بعدي بعامر. يلا انتبه للطريق يا ولدي. بسم الله تعالى ما شاء الله، الحمد لله على السلامة والعافية. يا كومار كومار، يا كومار كومار، عرفك وين راح كومار؟ اجي 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 اجي. السلام عليكم. سلام ورحمة، شلونك؟ طيب كويس كويس. شوف يا كومار، افتح الخيمة ونظفها وسنعها وشغل المكيف. المكيف هذا على طول خربان، مكيف مخيمة هذا. اوف، هذا اللي ما حسبنا حسابه. تدري، خلي الباب مفتوح، نظفها وسنعها كويس. ورش ذا الحديق عشان يجينا البراد من داخل. إن شاء ولا الله. تنسى شب على القهوة وشب على الشاهي وسنع ودبر كل شيء، لا تصير مثل ذا الارفل ذا. زين كويس ان شاء الله. عادي والله بكومار سنايدي. شكرا. يلا يلا عط عط المقاضي، نزل الباقي من السيارة. يلا 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 نسنع كلش. يلا